السلام عليكم، أنا اسمي عبد الرحمن الزناتي، رسام وكاتب. كنكون في مدينة وجدة، وهاد الأيام ثاني في السعيدية، واليوم جيت هنا لبريكسل باش جيت من دعوة من لا كومين دو سان جوز باش نقدم واحد الكتاب ديالي اللي هو مكتوب بالفرنساوية وسميتو لا سيكاتريس دو لا ميموار. هذا الكتاب نديتو للقراء ديالي في لا بيبليوتيك ناسيونال دو بروكسل، والحمد لله كانوا حضروا ناس كتار، لا فنانين لا ورسامين وناس سياسيين، ودرت محاضرة بالمناسبة وتكلمت فيها على الفن المغربي وعلى الثقافة المغربية وعلى التاريخ ديال مدينة وجدة وعلى الاقتصاد في مدينة وجدة والدور الثقافي اللي لعباته واللي كتلعبو دائما مدينة وجدة. والحمد لله كانت أسئلة وكانت بزاف الكتب كاع اللي جبتهم تقريبا داوهم الناس وبدات لهم فيهم، وكانت الأسئلة وكان حوار ما بيني وبين القراء. أنا الأول اللي كنت متفاجئ بحيث هذه تقريبا سنين كثيرة وأنا كنكتب، والناس لما كيجوا في عطلة وكيتلاقاو معايا في السعودية وكيديو الكتب ديالي وكيديو اللوحات ديالي، وتفاجأت العدد ديال القراء اللي قراو الكتب ديالي هنايا في مدينة بروكسل. وأما السؤال ديالك الأخير، لا كاين الناس، باقيين الناس اللي كيقراو يفضلوا الكتاب على الانترنت، وكاين الناس اللي كيعيشوا في الكتاب، يعيشوا قصة الكتاب ويعيشوا ديك لحظات ديال الورقة تاع الكتاب. أنا عندي الأمل باللي الكتاب مازال المستقبل ديالو باقي لقدام. الكتاب ديالي الأخير اللي هو سميتو سيكاتريس دو لا ميموار هو في الحقيقة سيرة ذاتية. كنحكي فيه كيفاش أنا اللي عمرني ما قريت في المدرسة ولو نهار واحد، كيفاش الحظ والقدر خلاني تعلمت الرسم وتعلمت القراءة والكتابة، والحمد لله حتى كتبت 63 كتاب باللغة الفرنسوية ولو ما قريتش نهار واحد في المدرسة. والحمد لله اللوحات ديالي راهم يدوروا اليوم عبر العالم، بحيث الأبناك في المغرب، الأوتيلات، الناس المختصين وعشاق الرسم عندهم لوحات ديالي ويعتزوا بهم. والحمد لله حتى صاحب الجلالة نصره الله حتى هو شرفني وعنده لوحات ديالي كثيرة، والحمد لله على الفن اللي هربني من واحد النوع ديال لا ديلانكونس، اسمح لي قلتها لك بالفرنساوية، اللي خرجني واللي والحمد لله كذلك اللي ربي لقاني دار في طريقي دائما الناس اللي كيبغيو الفن واللي كيهتموا بالثقافة والفن، وعلموني واحد اللحظة واحد الحاجة اللي في الحياة اللي كنبغيها. كنقول للشباب باللي ما يخصهمش يأسوا أولا، وثانيا يخص لما يقوموا بشي عمل يقوموا به بأمان بإيمان وبأمان ويمشيوا معاه ويتبعوا الخطة ديالهم، ويخص ماشي يعتبروا روحهم بحال واحد النملة لما تكون هزة شي حاجة ثقيلة عليها وتبغي تطلع مع شي حيط كتطلع وتهبط وتطلع وتهبط وفي الأخير تطلع. هكا الشباب يخص ماشي في المحاولة الأولى يأسوا، لا يخص العمل، يخص تكون عندهم حب المعرفة، ويخص تكون عندهم الصبر، ويخص يكون عندهم الهدف. هذا اللي نقدر نقول شيء. كنقول لهم شكرا على اللي عطاوني وقت باش تسمعوا لي الكلام ديالي، وكان نطلب الله شي نهار يكونوا عندنا وقت كثير
باش نقدم لهم اللوحات ديالي، نقدم لهم الكتب ديالي ونناقشوا معاك انت يا العزيز. شكرا.